السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد في مادة الرياضيات، اليوم سندرس حالات عدم تعيين في النهايات. أولا، إن حالات عدم تعيين تقسم إلى 3 أجزاء، 1، 2، 3. الحالة الأولى هي حالات عندما يكون هنالك ضرب، الحالة الثانية عندما يكون هنالك مجموع، الحالة الثالثة في القسم. أولا، الحالة الأولى الضرب، عندما يكون لدينا صفر في الملا نهائي، هذه حالة عدم تعيين تقسم إلى حالتين، الصفر في الناقص ملا نهائي حالة عدم تعيين، والصفر في الزائد ملا نهائي حالة عدم تعيين. حالة عدم تعيين الثانية المجموع ناقص ملا نهائي زائد ملا نهائي أو زائد ملا نهائي ناقص ملا نهائي تقسم إلى 4 حالات، إذا التقيت بها فهي حالة عدم تعيين. الأولى ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية، هذه حالة عدم تعيين. الثانية ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية حالة عدم تعيين. الثالثة زائد ما لا نهاية ناقص زائد ما لا نهاية حالة عدم تعيين. الرابعة زائد ما لا نهاية زائد ناقص ما لا نهاية حالة عدم تعيين. الجزء الثالث وهو القسم، الملا نهاية على الملا نهاية تقسم إلى 4 حالات. زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية حالة عدم تعيين. ناقص ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية حالة عدم تعيين. زائد ما لا نهاية على ناقص ما لا نهاية حالة عدم تعيين. الناقص ما لا نهاية على الناقص ما لا نهاية حالة عدم تعيين. والآخرة هي الصفر على صفر حالة عدم تعيين. هذه هو حالة عدم تعيين المتعارف عليها. شكرا على المشاهدة، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.